هذا وأعدت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية متكاملة تسهم في تنظيم ونجاح بطولة البحرين الدولية للرجل الحديدي الترايثلون، والتي ستقام غدا السبت، حيث تتطلب الخطة تعاونا والتزاما من قبل مستخدمي الطريق بما يضمن سلامة المتسابقين وانسياب الحركة المرورية بشكل عام. الإرشادات المرورية المتعلقة بخط سير سباق الرجل الحديدي الترايثلون السبت 8 ديسمبر 2018. يبدأ السباق في تمام الساعة 6 صباحا، سباق الدراجات من مواقف مجمع لافينيوز على المسار الأيمن بشارع الملك فيصل، ومن ثم تغيير مسار الدراجات من إشارة المرفأ المالي إلى مسار الأيسر بشارع الملك فيصل، مروراً بشارع الشيخ خليفة بن سلمان، وصولاً إلى كوبري زلاج، ثم الدخول في المسار الأيمن لغاية تقاطع نادي راشد للفروسية، مروراً بأسفل كوبري زلاج إلى تقاطع شارع زلاج بشارع خليج البحرين، والانحراف يساراً عكس السير بشارع خليج البحرين لغاية دوار بلاج الجزائر بنفس المسار الأيسر، ومن ثم الدوران والرجوع على نفس مسار الذهاب عبر شارع الشيخ خليفة بن سلمان إلى غاية نقطة النهاية بمواقف مجمع لافينيوز، وتنتهي مرحلة الدراجات في الوقت المتوقع لمرحلة الدراجات الهوائية الساعة 12:10 ظهرا، وتبدأ مرحلة سباق الجري مباشرة بعد نهاية سباق الدراجات من مواقف مجمع لافينيوز إلى بعد إشارة المرفأ المالي كورنيش الملك فيصل، والرجوع مرة أخرى إلى مواقف مجمع لافينيوز في حوالي الساعة 3:30 عصرا. متمنين من جميع مستخدمي الطريق وعلى وجه الخصوص مرتدي مجمع لافينيوز وأصحاب الأعمال المجاورة للمنطقة تعاونهم مع رجال المرور ورجال الأمن المنتشرين على نطاق السباق، خاصة التحويلات المرورية المؤقتة المصاحبة للسباق، وبالتقيد بالأنظمة وقواعد المرور والالتزام بالمداخل والمخارج المخصصة للمجمع خلال فترة السباق التي ستمتد من الساعة 6 صباحا لغاية الساعة 3:30 عصرا. كما ننوه بأن الحركة المرورية للمتجهين إلى موقع مقهى الشراع ومملكة الأطفال ستكون غير نافذة خلال الفترة من 6 صباحا لغاية الساعة 3:30 عصرا. شاكرين حسن تعاونكم، مع تحيات الإدارة العامة للمرور.